بسم الله، الحمد لله، والله وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، يكفيهم هك السرة، سرة من العذاب، وخذوا سرة من أموال من الكلاب الصاينة وهفوتات. إلا سعوديين ولا ما عادش ياخذوا، يعطيو باش يرضيو أسيادهم العنصريين في المرتبة الأولى، وهم بنو صهيون. ولعنهم أي طردهم من رحمته، ولعنهم الله، ولهم عذاب مهين. العذاب مش عذاب مجرد إحساس بالضيق والألم، لا لا، عذاب نفسي، على عذاب جماعي، عذاب مهين، يعني ما عادش عندك حتى قيمة. ولقد كرمنا بني آدم تحرم منها بالتمام والكمال، مش تكون حسرتك، لا سبيل، تصور يا مش يكون حزن عليك حين تحرم من هذه الكرامة. ولقد كرمنا بني آدم، ربي يتكرم عليك وأكرمك، وبقى تصبح من المنافقين والكفار. أفهم المسألة، الحرمان يجيك بالتمام. نسأل الله السلامة من كل الآثام.